لو همس في يوم حبيبي اقول يا جروح طيبي، لو همس في يوم حبيبي يوم اقول يا جروح طيبي، يبقى لي جنات لهيبي، يبقى لي جنات لهيبي، والنسيم الشافي ساري. كل الناس سمعت الكف بيقولوا الكف قبل رشاد عبد العال حاجة، وبعد رشاد عبد العال بقى حاجة تاني. نعم، هو طور الكف وكان يعني كف انه هو يطور الكف. فنان ملم بكل حاجة، بالكلمة وباللحن وبالمعنى، وصوته مقبول لدى الناس، جميع الطبقات تسمعه. يعني أنت لو سمعت رشاد أول مرة لازم تحبه. أنا أسمع كان لما بيدخل في تحديات مع أي فنان مقنع. آخر كان ما يبدأش بالإيجاء يعني، ما يعني يسمعك لغاية ما أنت تقول عايز تقول إيه، وبعد كده بيرد عليك، تيجي في منطقته تعالى يرد عليك ويقنعك. إحنا ككفافة اللي بنقوله له بيديهولنا وزيادة. الحاج ياسر بيحب الدرويش، والمرحوم رشاد كان يحب احنا الدرويش. عشان انا طلعت يعني كان المرحوم وكان الدرويش ورا منه، بس الدرويش طربيا يعني ايه، في حته الطرب وحته السلم الخماسي او السوداني او اللهجه السودانيه، احنا كنا بنحبه في الحته دي يعني. وهو مختلف، هو من الناس اللي طورت الكف مع المرحوم يعني. هو عاملين كانوا زي الاهلي والزمالك. الفنان الوحيد اللي كان يحبه المرحوم رشاد محمد حسن درويش، اللي هو الدرويش. الدرويش. ومفيش حد من المستمعين ما يحبش الدرويش. بتناقشوا كل الموضوعات، خلافات اللي في البيت، الست اللي عايزه تتطلق، والراجل اللي عايز يتجوز على مراته، انا بقول لك الكفاف الاهلي والزمالك. انت ما تعرفش الكفاف ده، اقول لك ايه، كل ده بيمر عليك في المكان، حصل له مشكله كل ده بيمر عليك. الكف ده اصلا حاجه يعني، استاذ احمد احنا بنسمع المسلسلات في التلفزيون والليله تكون المرحوم رشاد، النهارده مثلا في العدوه، في كرم الديب، في كوبومبو، في اي حد نجيب خانة على المسلسل اللي شغال، الحلقة بتاعت النهاردة، ونقول للفنان الله يرحمه يسامحه كان كأنه بيتابع معانا المسلسلات. فاكر حاجة من بتاعت المسلسلات دي؟ فيها اديني واحدة كده ورد عليها. يا سلام سلم، يا سلام سلم، علوان في الغدر بيجي معلم، كتل مهجة وخنق ياسين، وخلى البدر بيتألم، كانت اللي هي المسلسل ذئاب الجبل. ذئاب الجبل، ذئاب الجبل. رد عليه الشيخ بدر قالت له نقطة، ودبور راجل مش أونطة، هرب بدر من حجز النقطة لكن ربنا سلم. سلم، نعم، برضه كان بيتكلم عن الحلقة دي يعني. كأنه وكان بيتفرج وكان بيشوف الحلقة، كان متابعها. متابعها يوميا يعني. لأن عارف ممكن كفاف ينزل يسأل سؤال على المسلسل. كيف طاوعك قلبك تنسى، وإزاي قدرت علي تكسى، كيف طاوعك قلبك تنسى، وإزاي قدرت علي تكسى، ونسيت ليالينا الونس وكلامك اللي بيحلالي، نسيت ليالينا الونس وكلامك اللي بيحلى لي، ايه فكرك بيا يا غالي، ايه فكرك بيا يا غالي. اساس الكف المتلوت والمربوع، ولكن الكف كل يوم وكل سنه بتمر عليه بيتطور يعني. انا عايز بس اوصل شويه للناس او تفهمني انا بشكل شخصي. متلوت، ثماني، سباعي، اديني نماذج عشان الناس تبقى معانا. مثلا غنوة المتلوت بتقول واهي يا ليل ولا شبهك، شبهك مشي ومعاك، ولا شبهك مش زيك، تمام، شبهك شبهة، خلى فيه شبهة، مشي ومعاك. دي غنوة متلوت، دي خانة متلوت، خانة متلوت. المربوع بتبقى مثلا من اربع شطرات الغنوة يعني، مثلا نقول دمعة جوا العين قالت لي،
استكبرت أبت النزول، أيام صعبة عنقلتني في اللي يكسر أي زول. عنقلتني وقعتني يعني. وقعتني. شبه فن الواو شوية في المربوع. المربوع هو زي الواو بس البحر يختلف. البحر يختلف بحر الواو أقل، إنما البحر المربوع في أطول سنة. إنما التماني إذا بيبقى لي نسق تاني، يعني يمكن من أجمل أغاني التماني كانت مع أبو نرمين، كانت بتقول الناس ليهم علينا جميل عدم وفناجيلهم، راحوا واخذوا كل جميل وفاضل بس فناجيلهم. الله. أنفس طيبة وسموحة تحب الخير وطموحة، ولو بيد الروح مسموحة على رمشي فناجيلهم. العيون قلتها نور وجناتها خلى الشمس